وأجمل ساعة، أجمل ساعة لو حرصت عليها ووفقك الله لها، والله لا تجد في حياتك العجب المجاب، هي أن تقوم قبل الفجر ربع ساعة نصف ساعة في وقت ينام فيه الناس، فتقوم وتقول: يا مولاي، غارت النجوم ونامت العيون، ونزلت يا حي يا قيوم، ففزعت إليك حاجتي كذا وكذا وكذا، تناجيه. قيام الليل شرف المؤمن، لماذا؟ لأن العبادة التي لا رياء فيها، لا أحد يراك إلا الله عز وجل. إذا قمت في الفجر ثم قلت لا إله إلا الله وأنت على فراشك، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لك وعد من محمد صلى الله عليه وسلم أنك لو صليت يستجاب لك وتقبل صلاتك، كما في الحديث الصحيح، وتحل عقد الشيطان الثلاث، ثم تصلي حتى يؤذن الفجر، فتخرج من بيتك إلى المسجد في الظلام، فتنال بالبشرى العظيمة التي يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فتأتي إلى بيته فتصلي، مدة صلاة الفجر نصف ساعة، الصلاة وآيات من كتاب الله، ثم تقرأ وردك وذكرك، هذه ساعة والله لو اعتدت عليها لتجد راحة وانشراحا في الصدر وفرجا في حياتك وتهوينا لشأن الدنيا مهما كانت سوداء في عينك، فاحرص عليها، بارك الله فيك. الصلاة يا إخوة هي الصلة، فأنت هناك ترمي همومك، الوحيد الذي كلما سجدت له زدت عزا هو الله سبحانه وتعالى، فعندما تأتي بين يديه فتسجد وتعفر وجهك بين يديه، أكرم ما فيك وجهك فتعفره لله، تزداد بذلك عزا ورفعة، ويكون سيماهم في وجوههم من أثر السجود هذا نور يعطيه الله لعباده المؤمنين أهل الصلاة. لا يشترط أن يكون هناك زبيبة في جبهتك، لا، هو نور، هذا النور لا يعطى إلا هبة من الله عز وجل. متى؟ إذا ربطت الحبال التي بينك وبين الله، فاحرص على الصلاة يا مؤمن، احرصوا على الصلاة يا أحبة، واحذروا من التفريط فيها، فإنها أعظم عبادة يحبها ربنا جل جلاله. ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. خذ هذه القاعدة، اعمل للدنيا على قدر بقائك فيها، واعمل للآخرة على قدر بقائك فيها. كم ستعيش في الدنيا؟ 70 سنة، هذه مدتها. وكم ستعيش في الآخرة؟ حياة لا نهاية لها. أمن العقل إذن أن تضيع الصلاة، أن تضيع الصلة بينك وبين الله من أجل هذه الدنيا؟ والله كل الدنيا لا تستحق. فيا مؤمن، الله شرفك بهذه الصلاة، الله أذن لك أنك 5 مرات كل يوم تربط الصلة التي بينك وبينه، الله أكرمك، فإذا قلت الله أكبر قال الله أزيل الحجب بيني وبين عبدي. هل تعلم هذا أو لا؟ هل تعلم أنك كلما قلت الله أكبر يأمر الله فيقول أزيل الحجب بيني وبين عبدي؟ فإن قلت الحمد لله رب العالمين رد عليك الله، لا تقول كيف كن نعم، هذا هو الله، يقول حمد لعبدي، فإن قلت الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإن قلت مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإن قلت إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. في كل صلاة ينجيك الله عز وجل، فاحرصوا على الصلاة يا إخوة، احرصوا على هذه العبادة. أتريدون جلاء الهموم؟ هنا في بيوت الله. أتريدون الحفظ من الله؟ هنا في بيوت الله. فإذا كان يوم القيامة وحشرت الخلائق ودنت الشمس على رؤوس الأشهاد، قامت الملائكة تنادي أين الذين تعلقت قلوبهم في المساجد. هذا بالنسبة للرجال، وبالنسبة للنساء اللاتي حرصنا على إقامة الصلاة في وقتها فلا يؤخرنها. فيا أحباء، يا أحباب الله، احرصوا على الصلاة، احرصوا على الصلاة، فلقد ضيعت فيها